هنا يدخلون البعض على أمل إنقاذهم ويخرجون آخرين بعد أن فارقوا الحياة. 24 ساعة أخرى قاسية تمر بها الولايات المتحدة بعد أن سجلت ما يفوق 1100 حالة وفاة جديدة، ليتجاوز العدد الإجمالي عتبة 10,000 شخص، فيما تم تسجيل نحو 30,000 إصابة جديدة ليقارب عدد الإصابات الكلي نحو 400,000. أمريكا تحتل المرتبة الأولى حول العالم في عدد الإصابات، مما يجعلها بؤرة الفيروس الأولى، رغم محاولة البيت الأبيض لاحتواء الفيروس وإجراء فحوصات يومية تشمل 125 ألف شخص، وهو الرقم الأعلى في العالم. لدينا أسبوع عصيب وربما أكثر من أسبوع، لكن هناك ضوء هائل في نهاية ذلك النفق. وضمن محاولات أخرى، أشار الرئيس الأمريكي أنه سيتم تخصيص مليارات الدولارات كمساعدات للمستشفيات الأمريكية، كما ذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة M3 الأمريكية بشأن توريد 166 مليون كمامة طبية. وإلى جانب مئات الضحايا في البلاد، تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر تصل إلى ما يقارب 800 مليار دولار، حيث خسر الملايين من الأمريكيين وظائفهم بسبب الفيروس، فيما قدم أكثر من 10 ملايين طلبات للحصول على إعانات للبطالة منذ الشهر الماضي.